بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السادة الرؤساء، السيدات والسادة رجال الإعلام والصحافة، السادة البرلمانيين، ونحن سعداء بهذا اللقاء. إذا لاحظتوا في التجارب الديمقراطية وفي التجربة المغربية، هذا اللقاء هو لا أقول استثنائي، ولكن هو لقاء ولقاء غير مسبوق. انا بغيت نقول بانه لقاء غير مسبوق، غير مسبوق، لانه ملي كنرجعوا للتجارب لا الخارجيه ولا الداخليه غير مسبوق. اذا علاش دار؟ علاش دار؟ ولكن قبل ما نجاوب عليه خليني نوقف بعدا على هذه القضيه ديال ريان رحمه الله عليه. هذا يوم سيبقى مشهودا، 5 سنوات، في 5 فبراير طبعا، في 5 ايام مشهود، لكن هو بين على واحد الثروه عندنا، الثروه ديال التآزر، ديال التضامن. موقع المغرب اليوم على الصعيد العربي، على الصعيد الاسلامي، على الصعيد الدولي، بين بانه بقى عندنا باقي شي حاجه يمكن نستمروها في التماسك ديالنا وفي البعد الانساني. وبين كذلك بانه المغرب قاد انه يواجه عدد من الكوارث اللي كتوقع ملي كيكون تضافر الجهود. وهي مناسبه باش نشكروا الجميع الذين تدخلوا، سواء من اداره ترابيه، وطبعا جزء منها كاين في الحكومه، ما غاديش نقولوا ما داروا جهودات، المجتمع المدني اللي الناس تحركت من الشمال، من الجنوب الى الـ الى الـ الى الـ الى الشمال، هيئه المجتمع المدني، الاعلام اللي قام بواحد الدور كبير، ثم المؤسسات يعني اللي سواء اللي تابعه للدوله ولا في القطاع الخاص، راه حتى المهندسين اللي دخلوا تما كانوا من القطاع الخاص ومن القطاع العام. فهذا التآزر مهم جدا، انه في اللحظات الحرجه كنتوحدوا، وهذه ثروه اللي خصنا نحافظوا عليها، وخصنا نطوروها، وكيخصنا ننميوها. طبعا كاين جوانب اللي هي سلبيه، كاين جوانب سلبيه، حنا ماشي نغتنموا هذه الفرصه باش نتوجهوا يعني كمعارضه نتوجهوا، لا، هي لحظه قاسيه علينا، لان الروح عزيزه عند الله، ولكن كتبين بانه كاين هناك جوانب سلبيه لا زالت في المجتمع ديالنا. هذاك البير كي دار تحفر اليوم، خليني نكون اكثر وضوحا، في الشاون تحديدا، لانه هذوك في هذاك الاقليم كانت تحبس الأنفاس وتحدد الخارطة السياسية شهور قبل الانتخابات. إيوا كيفاش هرب عليه هذا الشيء؟ هرب عليه بير أو أبار. فهي مناسبة باش نقولوا أودي كيخصنا حنا من الناحية الرقابية والتشريعية نديروا شغلنا، كما قال السي رشيد كاينة من الناحية القانونية هذا الشيء مغطي، ولكن غادي نسولوا، لأن بينات على العالم القروي، على الفلاح الصغير، بينات على غياب البنية التحتية، بينات على المشكل الماء اللي كيهدد العالم وكيهددنا حنا، شنو غنديروا معاه؟ ها حنا كاع وقعت تراخيص الى غير ذلك. ولذلك هذه كانت ملحمه، واللي طبعا بديت بها نختم، هو التعزيه، تتبع ديال جلاله الملك والتعزيه ديال جلاله الملك حول هذا المصاب الجلال. وحنا كيخص يكون عندنا درس، على كل حال خصنا ناخذ منه كل العبر. كنا ثانيا، علاش هذه المعارضه؟ حنا علاش درنا؟ غنقول لكم كيفاش بدات. بدات بعدها بالخصام، حنا بيناتنا لما سنتوجه، لان كنا في بعضياتنا، جاء احد الرؤساء قال لي ودي شوف، راه المعارضه خصنا نديروا الحكومه ماشي بيناتنا، يعني بيناتنا ماشي كبرلمانيين، ماشي كمعارضه. بعد ذلك درنا اللقاء الاول فيه 2، من بعد 3، من بعد 4، ودرناه لانه تفرضه الظروف، كتفرضوا علينا. انا نقول لكم خطيكم على التغطيه السياسيه ديال الامناء العامين والنقابات والاحتجاجات، واش غنديروا مذكره للمعارضه؟ لا، فرضات اليوم في مجلس النواب تحديدا، لان هذا مجلس النواب، ماشي لا انتقص مجلس المستشارين، هذا مجلس النواب، هو الذي يصادق على القوانين، هو الذي له الكلمه الاولى في عدد من المجلس، هو اللي كينصب الحكومه، وبالتالي احنا لا ننتقص، غيجي الدور ربما ننسقوا مع الاخوان ديالنا في المستشارين، وننسقوا مع النقابات المعنيه اللي قريبه منا، او اللي عندها ما تقول في عدد من الملفات. ولكن فرضاتنا علينا ان هناك توجه لقتل السياسه، هناك توجه للتحكم في المؤسسات. احد السائلين سول
قال لك هادشي واش ما كيهدد البنيه. انا نقولها لك ما يمكنش رئيس حكومه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من حزب واحد، ما يمكنش. حنا جربنا سي مصطفى المنصوري الله يذكره بخير، وجربنا سي الحبيب المالكي، وجربنا قبله سي الراضي وكريم غلاب، وحتى هذا الرئيس جربناه. لكن اليوم هناك توجه ديال الهيمنه. ما معنى الا تعقد الجلسه الشهريه ديال رئيس الحكومه؟ كتعرفوا علاش؟ واش كنتسناو زعما حيت دار الندوه اليوم غنحدوا؟ وبناء على قرارات المحكمه الدستوريه ما كاينش الاسئله، كانوا ربعات الاسئله ديال العداله والتنميه ورفضت. قال لك المكتب قال بانها لا تكتسي صبغه سياسه عامه، مزيان. اذا احنا جينا للقاعده. انا نقول لكم من 2011 منذ جانبير 2011 الى اليوم ما عمرنا اعتمدنا على البنك ديال الاسئله حول السياسه العامه اللي كاين يحدد الجلسه مع رئيس الحكومه. كان دائما اتفاق بين الاغلبيه والمعارضه والحكومه حول الموضوع الذي سنناقشه. شنو تغير اليوم؟ ما قادش يجي لمجلس النواب، ما قادش يجي للبرلمان، ما قادش يناقش. هذا اللي خص يكون فيه الوضوح. ما يمكنش اليوم لانه الدستور راه من 2011 هو خارج، وهذا المجلس كيشتغل، والقرارات ديال المجلس الدستوري المحكمه الدستوريه واضحه، عاد اليوم بانت العلنيه، ما خصهاش تكون. ونفس الرئيس من 2014 2016، كيفاش هذيك الساعه كانت تنقل واليوم لا تنقل؟ شنو الذي تغير؟ حيث فيها بطلب من الحكومه او من رئيس المجلس او المكتب رئيس مجلس النواب او مكتب اللجنه. هذا اليوم هذا كتقولوا لنا علاش كديروا هذا اليوم؟ هناك واحد التخول. شنو معناتها ان من حنا متفقين بانه لحظات معينه ومشاريع معينه ومواضيع معينه كيخصها تكون عندها الطابع السريه، وهنا في القاعه المغربيه دوزنا في 2006 لقاء سري ما حضروا لا الاعلام ولا النواب، فقط رؤساء الفرق هما اللي كانوا حضروا له، لان كان كيهم واحد الموضوع، واحد الموضوع حساس جدا كيتعلق بلو سي بي. فاحنا ماشي احنا راه مسؤولين، هاد النواب هادو راه ما شيطينش، هاد النواب مسؤولين وكيعرفوا فين هي مصلحه البلاد، وكيعرفوا فين يديروا السريه وفين يديروا العلانيه. هذا التوجه هو اللي فرض علينا اليوم لكي نتوحد ولكي نتقوى ولكي نعقد هذا اللقاء. تدبير الشأن العام بمنطق السوق، طلب والعرض. ها اليوم ها هي غلاء ديال الاسعار، حكومه ما عندهاش كبده على الشعب. شنو بغيتوا؟ بغيتوا يوقع الاحتقال الخارجي وحنا عندنا مؤسسه وعندنا البرلمان وعندنا المعارضه ديالنا اللي تقوم بالدور ديالها؟ اليوم حيت واحد هو من بين المستفيدين في غلاء الاسعار المحروقات لا يحرك ساكنا، وكيلوح كيلوح كلشي المجلس المنافسه، غير له القانون سيدي. الحكومه ديال السعب الى بن كيرو، اسمح لي نقولها لكم بانه منين وصل البترول في او حتى في حكومه عباس الفاسي، منين وصل البترول في حدود معينه بقى كيقارب ال 100 وال 120 في 2013 الهيدجينغ اللي درناه شكون اللي داروا؟ داروا هو، لانه كان كيعوض السي نزار بركه كوزير الماليه سي اخنوش، وباقي كنتسالوا على ذاك الهيدجينغ. واليوم كنجيو حنا كنبرو كل شيء بالمواد الاوليه مرتفعه، ايوا نخليو الشعب كياكل العصا. فلذلك الخوف ديالنا على بلادنا وعلى الانفجار اللي يمكن يوقع ما نتحكموش فيه هو اللي دفعنا، واننا حنا انا نقول لكم حنا هذا الشيء اللي كتشوفوا تحملنا المسؤوليه، بغض النظر عن كل الخلافات ولا الاختلافات اللي يمكن تكون لا ايديولوجيه ولا سياسيه ولا غيرها، لان بلادنا كتهمنا هي الاولى. وكتسول على الانسجام، كاين شي اكثر من هذا الانسجام؟ وانا نقول لكم شتي القانون الماليه كان فيه 190 تعديل، وكنناقشوا بيناتنا نحيدوا هذا نخليوا هذا، خلينا 73 تعديل اللي ما قبلت الحكومه الا اربعه شكليين كتقلبوا على الانسجام. هذا هو الانسجام، وكل واحد كيحترم وكيحترم الاخر وكيحتفظ بالجوانب اللي كيشوفها ضروريه خصو يحتفظ بها. ولذلك كتسولنا عن الحصيله، مازال حنا يلاه بدينا، بغيتوا 100 يوم نعطيكم احنا عطينا، ها هما المقترحات القوانين. حنا الاغلبيه والحكومه ديالها شوفوا شحال جابت، وشوفوا المعارضه شحال جابت مقترح قانون. كتقولوا واش هما غينفعوا الشعب؟ بالفعل رجعوا لهم،
وحنا كل واحد غيعطيكم وتشوفوا واش كينفع الشعب ام لا، واش كينفع القضايا ديال الشعب ام لا. حنا هاد المقترحات التي قدمنا نعتقد بانها في صالح المجتمع وفي صالح الوطن وفي صالح يعني المواطنين. فاذا حنا طبيعه المعارضه بغينا تكون للحكومه، للاسف الشديد الاغلبيه تشوش. دابا نتوما كتوجهوا لنا قال شنو كنديروا معارضه لغويه وشعبويه والى غير ذلك، كنزيدوا كنقلبوا على البوز، ايوا قولوا لنا شنو بغيتوا. حنايا كنتوجهوا بالاسئله ديالنا للحكومه، شكون اللي كيجاوبنا؟ شكون اللي كيجاوبنا في القاعه؟ هذا التمييع ديال الخطاب السياسي في وسط هذه المؤسسه شكون اللي مسؤول عليه؟ حنا لسنا مسؤولين، واخا توجهوا لنا اللي بغيتوا ولكن قارنوا، شوفوا الجلسات كيف تتم ومن يتحمل المسؤوليه ديالو في طرح القضايا اللي كتهم المجتمع والذي لا يطرحها. فاذا حنا فيما يتعلق بتمثيليات اليسار يمكن يجي الوقت، حنايا مفتوحين ما عندنا حتى شي مشكل، لا بالنسبه لفيدرات اليسار ولا اليسار الاشتراكي الموحد ولا الاف اف دي، ولكن ما تجي الوقت ديالها وديك الساعه نناقشوا. ولكن حنا ما قصينا حد، حتى من الاغلبيه اللي باغي يرجع عندنا مرحبا به، لانه راه كاين ما عندوش بلاصتو تما مرحبا به. ما لقيش بلاصتو. حضور السيده النائبه منيب، حنا ناقشنا هذا الموضوع فيما بيننا، خاصة اللي سلفناهم. خاصة ان عدد منهم مسلفين، كاين اللي داوه بالارهاب، كاين اللي داوه بالاغراء، وكاين طيب. شوف حنا هاد القضية هذه اثرناها وفي جلسة عمومية وتدخلنا لدى رئيس مجلس النواب قبل ما يوقع هذا الشيء، وقلنا له ما ودي يوسعوا، اما يكون عندك الجواز، اما عندك تطعيم الفاكسا او الجواز، او يعني البي سي ار خصو يكون سلبي، وهذا الشيء اللي كاين في العالم. والمجلس الوطني لحقوق الانسان هذا هو الراي ديالو، لكن للاسف الشديد مشى التشبث في واحد الاتجاه. اما حنا في الجلسة العامة وفي الباب وبالاتصال معها وبالاتصال مع الاخوان ديالها وكون نقطة نظام درناها، فلذلك حنا شنو كنطلبوا منا؟ حنا شنو بغيتونا نديروا؟ حنا كمعارضة انا كندافعوا، لانه غير معقول بانه عندنا الدستور اللي هو قانون اسمى، وعندنا النظام الداخلي اللي كيهضر على اجبارية الحضور، والدستور كيتكلم على اتخاذ اجراءات في عدم الحضور، اقتطاع وغيرها. وكنمشيو حنا كنقارنوها على ابعد نقطه، كنمشيو كنديروا مرسوم بقانون، وكنجيو الماده 3 ديالو قال هذا النقاش. انا كنظن داك الشيء اللي مشى فيه التقدم الاشتراكيه حنا متفقين معاهم فيه، متفقين انا كنظن كاملين بانه هذا الموضوع ديال التلقيح خصو قانون. ها هي دوله قدامنا دايره جواز ديال جواز تلقيح وجواز صحي، بغيتوا تفرضوا على هاد الناس؟ ما يمكنش اليوم المذكرات في الوزارات، في الوزارات كيقول له بان مشينا بعد المذكرات الثلاثيه ودابا دزنا المذكرات الوزاريه، عدم انك يعني تكون ملقح هو موجب للطرد من الوظيفه العموميه. راه هذه المذكره دابا الان اللي كاينه الوزراء كينشروا، واش هادشي مقبول؟ كتقولوا لنا كيفاش توحدتوا؟ هادشي اللي كيوحدنا. فلذلك احنا امام واحد المسار خطير جدا على البلاد. النظام الداخلي، تدخل رئيس مجلس النواب، الجلسه الشهريه انا تكلمت عليها، عقلت علينا اللجان. شوف راه داكشي اللي قالوا الاخوان غنقول لكم بكل وضوح، هذا واحد التوجه من اجل ماشي الدستور، راه كان في 2011 كاين قرار المجلس الدستوري وكاين قرار المحكمه الدستوريه في هذه القضيه العلنيه، موضوع يهم المجتمع. اليوم السبب الرئيسي هو ان هذه الحكومه بغات ما عندها ما تقدم، ما عندها ما تدير، وخايفه انها تشوه امام الاعلام. تكون واضحه، بغات الوقت، حنا نعطيوها هذا الوقت، حنا امامنا 5 سنين، اذا طول الله في عمرها، واذا ما طولش الله في عمرها راه حنا موجودين. وعمرنا طبعا. التعديلات المطلوبه، شوف النظام الداخلي طبقا للدستور فصل 62 وفصل 68، شوف طبقا للدستور كيخص كل مجلس يدير نظام داخلي ديالو. نحن نخشى أن يتوجه الأغلبية لفرض نظام داخلي يلائمها فقط هي، ما عمره كان. منين دار الدستور لا تعديل 2013 ولا 2014 ولا 2017 يكون بالتوافق. نحن نخشى
ان يتحول حتى هو كاداه ديال الهيمنه. انا كنكون كتقول لنا الاولويه، الاولويه واضحه، عدم ممارسات اللي درنا، عدد من الممارسات اللي درنا كنقولوا هذه واش تبقى ولا ما تبقاش، واش نبدلوا ولا ما نبدلوهاش، بقى عليها التوافق كنزيدوا ما بقاش عليها التوافق كنسحبوها. فلذلك هذا هو اللي خصو يمشي فيه. رئاسه اللجنه الاوروبيه المغربيه، شوف هاد كيقولوا هضر عليا واجي عليا. شوف عندنا مؤسسات، عندنا الشعاب تقريبا واحد 13 اللي مهمين، كيخص الرئاسه ديالهم توزع ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، لان هذه الى جانب الرقابه والتشريع ومراقبه السياسه العموميه وتقييم السياسه العموميه، عندنا الدبلوماسيه. هذه الرئاسه انا نقول لكم لاول مره، هذا يمكن بين الامور اللي دارها اللي دار الرئيس رشيد طالبي العالمي، هو التنسيق مع وزاره الخارجيه، والتنسيق مع وزاره الخارجيه واليوم اللي انتج عليه هذيك الاتفاقيه. انا نقول لكم من 2014 انا كنت خدام بها، كتجي الحكومه بالقطاعات ديالها سواء وزير العدل او وزير الخارجيه دائما حاضر، الوزراء المعنيين ملي كنمشيو كنمشيو بملفات. اليوم ملي كتناقش هذيك اللجنه فيها تقريبا 13 واحد كنظن، ملي كيشوفوا لي سيفي لي سيفي ديالهم كيقولوا بدي شكون اللي يصلح، لان كاين اللغات، كاين اللغات، كاين الكفاءات، كاين الاستوزار سابقا، زعما فكاين عده عوامل. كوني تخسر حسن الحسن حداد انا كنظن لا ارى في ذلك عيبا. ساختم طبعا تجويد الاسئله، الحكومه بين القاطعه والاستمراريه، ما راه ممكن لاش تقاطع الحمايه الاجتماعيه، واش كل واش يمكن لا كاع داك الشيء اللي راكم المغرب تقاطعوا دير القطيعه معاه، واش يمكن لا دير القطيعه مع الاصلاح الضريبي، واش يمكن لا دير القطيعه مع التقاعد، واش يمكن لا دير القطيعه مع الاصلاح المؤسسات العموميه. هادو كلهم قوانين اللي هي العداله والتنميه وابن كيران والهدنه. شوف سي عبد الاله قال الراي ديالو، قالوا في واحد السياق اللي كلشي كيعرف السياق اللي قالوا فيه، ولكن حنا في البرلمان كنمارسوا الدور ديالنا. وانا نقول لكم ماشي ما كنتسناوش اشارات من القيادات ديالنا، لا حنا كنخبروها، ولكن كنديروا الامور اللي خصها دار هنا في المؤسسه. فهذه حكومه للاسف الشديد دفعتنا دفعا دفعتنا، وحنا من واجبنا كمعارضه ان نقدم لهذا البلد، فهي حكومه الكفاءات لكن تقنقراط بالوان حزبيه، هي حكومه ما هي القطعه ما هي الاستمراريه، ما زالت اسرع تعديل في العالم اللي دار هذه الحكومه، حكومه ذوي القربه. مع الاسف الشديد كنحيدوه من هنا كتجيبوا لنا هنا، ومني كنحيدوه من هنا كتقول لك هذا احسن مستشار. يعني للاسف الشديد تراجع الوعود الانتخابيه، البطاله المقنعه عن طريق الاوراش، الوعود لاستمراريه اعطاء الوعود حتى في اليوم في الحوارات القطاعيه وخاصه مع التعليم، الهيمنه والاقصاء، الهروب من البرلمان ومجلس الشهريه، الاستخفاف بالبرلمان، ثم ان حكومه ديال التطبيع مع الفساد للاسف الشديد. ما معنى انك كتسحب قوانين اللي هما جايين من اجل الحكامه ومن اجل مكافحه الفساد وكتسحبهم؟ يا ليت دابا كتقول لنا الحصيله، وبالله حيدوا اتفاقيات. حنا قدمنا شحال دابا السيد الرئيس مقترح قانون؟ 65. حنا قدمنا زيد سيدي عندهم 15 كاع في المعارضه، هي 80 في الاغلبيه. وشحال جابت الحكومه؟ جابت 4، جابت 3 وسحبت 4. اذا النتيجه موانزة سلبيه. حنا كنتمنوا، لان ما معنى انك ما باغيش تواصل في عوض التواصل، لان اللي نصب الحكومه هو البرلمان، كتخاف من البرلمان على هذا النقاش اللي عندنا. للاسف الشديد السماح ان اطلت. شكرا السيد الرئيس، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.